ارتفع سعر الطحين في العراق ووصل إلى 35 ألف دينار سعراً للكيس الواحد فقط. بالمقابل أيضاً ارتفع سعر رغيف الخبز وأيضاً أسعار الصمون. في الوقت الذي يشهد العراق هذا الارتفاع قبل الانتخابات مباشرةً، وهذا هو الغريب بالموضوع. اليوم عندما يدخل الرغيف، رغيف الخبز في مضمار المزايدات الانتخابية والسياسية، يعد هذا مؤشراً خطيراً، حيث يعد أن الكتل السياسية تتحكم بالمواطن بدءا من رغيف خبزه وحتى حياته وروحه، متناسيين ما حدث في تشرين الأول من 2019، ومتناسيين أنه من الممكن أن يحدث مرة أخرى ولكن بشكل أكبر. الغنائم اليوم تعمي على عيون السياسيين وتنسيهم يعني متطلبات الشعب، من أقلها من رغيف الخبز والخدمات العامة في الشارع العراقي، ويتخذون من شعار ماري أنتوانيت ملكة فرنسا السابقة كما نرى، يتخذون كلامها شعارا عريضا لهم، وهي التي قالت عندما جاع شعبها أن عندما لم يجدوا الخبز قالت لهم إن لم تجدوا الخبز فتناولوا البسكويت، متناسين أن هذا الجوع من الممكن أن ينتج عنه ثورة كبيرة. اليوم يسأل الشارع العراقي متى يتوقف السياسيون عن استخدام قوت المواطن يعني بالمزايدة الانتخابية، ومتى يعي المواطنون أن هذه الثورة، ثورة الجياع، إن انطلقت فسوف تقتلعهم من جذورهم.